بتكلم من منطلق تربوي، من منطلق تعليمي. يعني اللي قاعدين نشوفه الحين وزارة التربية تفرض مسحة على الأطفال، تفرض المسحة على أولياء الأمور، تفرض المسحة على المعلمين اللي غير مطعمين جرعتين. فهذا أصلاً بحد ذاته هذا يخلق شق الصف في المجتمع. يعني راح يصير عندنا مجموعة مطعمين مجموعة غير مطعمين، مثل النادي الفلاني والنادي الفلاني، راح تصير في عداوة بينهم، مثل ما صارت قبل فترة اللي هي الاختبارات الورقية بين التعليم الحكومي والاختبارات الأونلاين والتقييم بين التعليم الخاص. فصار في شحناء بين الطلبة، بين المعلمين، بين أولياء الأمور. بهذا الشيء اللي أنتم تشوفونه بسيط، لكن تخيلوا الآن بدأت الدراسة، الأطفال رايحين للمدرسة، جالسين في الصف، راح يجلس مدة 5 ساعات، فرصة مدة 15 دقيقة. الطفل هذا ما راح يقدر، تخيلوا اللي طالع من الروضة ورايح وجالس في المدرسة، كان في بيئة الأطفال الصغار اللي فيها لعب وحركة، بعدين يروح حق الابتدائي اللي راح يجلس. وانتم تعرفون المناهج، مناهجنا دسمة، مناهجنا ثقيلة، تمام؟ فالطفل ما راح يستوعب، هذه نقطة رقم واحد. الطفل ما راح يجلس على الكرسي وراح ينتبه مع المعلم. كثير من المختصين يقولون ان الطفل بعد 43 ثانية راح يفقد التركيز اذا ما في تنوع. فحنا نعرف التعليم ونعرف المقدرة عند وزارة التربية انها مو مؤهلة ولا هي جاهزة اصلا انها تستوعب الاطفال الحين في هذه المرحلة. فالاطفال راح يتعرضون للتنمر مثل الفترة السابقة، راح يكون هذا مطعم وهذا غير مطعم، راح يتعرضون لاشياء كثيرة انتم اصلا غنيين عنها. فمن الافضل ان نوقف سالفة التطعيم الاجباري، ونوقف المسحة الأسبوعية، ونركز على المواضيع المهمة اللي تخص الطالب، نفسيته واهتمامنا في مصلحته التربوية والتعليمية.